حياكم الله واهلا ومرحبا بكم في مركز التدريب والتطوير الوزاري، احد اهم تشكيلات مكتب الامين العام في وزارة الدفاع. أسس عام 2007 وتناوب على إدارته عدداً من خيرة المدراء في وزارة الدفاع. يعمل المركز على تطوير وتأهيل مهارات المنتسبين في وزارة الدفاع والمؤسسات الأمنية الأخرى عن طريق تفعيل المنظومات التدريبية المتعددة وللصنفين العسكري والمدني، وتتكون من مجموعة منظومات تدريبية وهي منظومة دورات الترفيع الخاصة بالموظفين المدنيين، منظومة الدورات التطويرية وتشمل المدنيين والعسكريين، منظومة الدورات التأهيلية للموظفين المدنيين العسكريين سابقاً، منظومة إعداد وتأهيل المرأة، منظومة الدورات الانتقائية للإدارات العليا والوسطى، منظومة تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد. إذ يعد المركز الجهة التدريبية الوحيدة المسؤولة عن استقبال الموظفين المدنيين المنسوبين لوزارة الدفاع وجهاز مكافحة الإرهاب لإشراكهم في الدورات الحتمية لمستحقي الترفيع ولكافة الدرجات الوظيفية. ونتيجة للعمل الدؤوب لتحسين قدرات المدرسين في مركز التطوير الوزاري، يعمل المركز وفق 3 أنظمة رئيسية بالتعاون مع دول حلف الشمال الأطلسي الناتو، وهي برنامج المدرس المتقدم (MIB)، منهجة أنظمة التدريب (SAT)، البرنامج الأساسي لتطوير الهيئة التدريسية. هذا وقد حصل عدداً من الهيئة التدريسية على شهادات دولية تؤهلهم للتدريس كمعلمين دوليين، إذ جرى تطبيق استراتيجية التعليم التفاعلي مما زادت من إدراك المشتركين بالدورات. كما جرى إلقاء محاضرات من قبل مدرسي المركز في بولندا وبلغاريا ورومانيا، فضلاً عن الدورات التي يعطونها في جامعة الدفاع للدراسات العسكرية. في أمان الله.